اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيوفي ونجومنا الكبار الاستاذ محمد العوسي. ازيك يا استاذ محمد؟ ازيك يا كابتن؟ تشرف ومنور حبيبي يا كابتن دانور. ازيك يا استاذ خالد؟ ازيك يا كابتن سليم؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. تمام تمام الحمد لله. ايضا ازيك يا استاذ عويس؟ ازيك يا كابتن سليم؟ كويس الحمد لله. الحمد لله. ازيك يا استاذ كويس ايه؟ اشمعنى انك كويس وبتضحك؟ يعني انا ضحكت مقدمه ناريه الحقيقه. يعني ازيك يا استاذ احمد؟ ازيك يا كابتن زحمه؟ كله تمام الحمد لله بخير. الحمد لله. معلش عشان الوقت، فانا عشان كده بخطف بسرعه. اولا بكره في مباراه صعبه جدا للنادي الاهلي امام غزل المحله. عايز اعرف رايك يا استاذ محمد فيما يحدث في الدوري العام المصري في الاربع او في الثلاث جولات الاربع جولات الاولى. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني طبعا احنا متفائلين خير بالدوري السنه دي. في حاجات جميله جدا مع الرابطه الجديده، مع حاجات جديده، مع تصوير جديد، مع اخراج جديد، مع نظام مسابقه جديد ومختلف، يعني مع دخول جماهير. كل دي حاجات يعني تدعم المنتج بتاعك وتقوي المسابقه. أيوة. وشفنا الجمهور لما بدا يدخل بدا يدي صوت وبدا يدي روح في الملاعب بشكل كويس جدا. لكن تبقى النقطه اللي هي عامله مشكله اللي ما انضبطتش لغايه دلوقتي هي نقطه التحكيم، هي اللي عامله مشكله في الدوري لغايه دلوقتي. اوكي. يعني هي كل حاجه كويسه فيما عدا التحكيم. مش انا بس اللي شايف كده. لا، من وجهه نظري ان الامور بشكل عام كلها منضبطه الى حد كبير، وممكن تزيد وتبقى اكتر. يعني ان شاء الله مع زياده الجمهور الامور هتبقى افضل بكتير جدا. شايفين المستوى الفني، شايفين اكتر من فريق مستوى فني متميز، شايفين اهداف، شايفين اصرار، شايفين لعب هجومي، شايفين مدربين جدد، شايفين لعبة جديده بتطلع. لكن يبقى التحكيم ما زال بيغرد خارج المنظومه اللي موجود فيها. شفنا مشاكل كتير جدا في مباريات كتير جدا، مش هقول لك مباريات الاهلي بس، لكن الاكثر وضوحا واللي الناس كلها بتشوفه بتتابعها طبعا ماتشات الاهلي. يمكن شفنا في ماتش الاهلي والزمالك بعض الاخطاء اللي وقعت واتكلمنا عنها لاحقا. شفنا الماتش الاخير بتاع النادي الاهلي مع المقاولين كان في اخطاء يعني كارثيه، سواء من الفار او من الحكم او حتى من الاخراج. يعني احنا بنتكلم دايما عن الاخراج التلفزيوني بشكل جيد ومنظم، لكن فوجئنا ان الاخراج يعني ما بيخدمش على الصوره، ما بيخدمش على الاحداث. شفنا احداث حصلت كنا محتاجين نشوفها بشكل افضل ما شفناهاش. على فكره ممكن تشوفها بشكل افضل تقتنع بالظبط قرار الحكم. يعني ما هو تقتنع. يعني لا انا اقصد ان هي لو الاعاده جت ممكن جدا تقتنع بقرار الحكم. ايوه بالظبط. هو ممكن يقنعك بقرار الحكم، لكن انت ما بتشوفش اعداد بالظبط. شفنا طيب لو كان الاخراج، طب الفار المفروض بيتدخل علشان يصوب اخطاء موجوده الحكم ما شافهاش، ما تدخلش. ده حتى تدخل في بعض الامور بشكل سلبي زي حاله طرد حمدي فتحي، كان قرار الحكم صائب فيها، تدخل الفار واثر على قرار الحكم بدل ما يبقى انذار خد كارت احمر. فدي المشكله اللي محتاجه ضبط وربط. يمكن الكابتن عصام بيقول ادوني مهله السنه دي وانا هظبط الامور. نعم. يعني هي جمله اديني مهله السنه دي، دي يعني عارف السنه دي السنه دي قال كده فعلا اديني مهله السنه دي. لا يعني لا يعني بيقول يعني 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 ساعدونا في السيزون ده شويه. ايوه نساعد نعمل ايه؟ عشان نقف على رجلينا والامور تتظبط وبعد كده يطلع وجوه جديده. لا لا ما اعتقدش ان الكابتن عصام يعني. انا هحاولوا يا جماعه تدوروا لي على التصريح ده، لان التصريح ده لو اتقال انا ما بعرفش اسوق، فهقعد اخبطك بالعربيه لحد ما موتك وبعدين هتعلم السواقه. فرصه السنه دي ما في حاجه اسمها كده. حتى لو ما قالوش يا كابتن اسلام في حاجات كتيره جدا بتؤدي لهذا الكلام. في حاجات كتيره جدا. لا يعني يا جماعه دوروا لي على التصريح ده، انا هحاول برضه ادور بس دوروا لي على التصريح. يا كابتن اسلام يعني احنا مش عايزين نقول ان في تعمد من الاخطاء. ما فيش حكم في الدنيا بيتعمد يعني. لا 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 ماشي. او ما فيش حكم ان هو ما بيبذلش خساره جهده، لكن انا مندهش جدا ازاي يكون تجربه فار دي موجوده عندنا في مصر وتحصل هذا الكم من الاخطاء. يعني تمام. المفروض نتفادى هذا الامر تماما. خالد اربع ما هو تاني اربع جولات. يعني ده وجهه نظر استاذ محمد ان التحكيم هو اقل ما في المنظومه حتى الان من وجهه نظرك. التحكيم يعني هو افسد حاجات كتير. أوكي. افسد يعني اقصد افسد في الاربع اسابيع دول افسد طبعا. اوكي. وكمان بيضيع على ناس شغلها خاصه. أيوة. واحد زي بيتسو موسيماني، واحد زي بيتسو موسيماني تحديدا، وانا اقصد كويس انت بتتكلم على الاهلي عشان ما اقولكش ده بتكلم على الاهلي. بيتسو موسيماني شغله الحقيقي اللي في الملعب وفي التدريبات مش باين احد اسبابه الرئيسيه هي الحكام. لان الناس كتير جدا بتقيم عن طريق النتيجه. انا كمدير فني الماتش يعني. انا كمدير فني لو نحسبها حسابات مختلفه كده شويه. اتفضل. ضربه جزاء محمد شريف في المباراه اللي فاتت اللي هي ما اتحسبتش في الدقيقه 22، هل المقاولين العرب كان هيكمل المباراه بنفس الاسلوب لو النادي الاهلي متقدم بنتيجه 1-0 في الدقيقه 22؟ كان هيهاجمك، هيحاول يهاجمك. كان هيهاجمك يعني. هو ده اللي عايزه بيتسو موسيماني. ده كان في الدقيقه 12 ما كانش في الدقيقه 22. ده 12 بغض النظر يعني بغض النظر يعني بدري يعني بدري جدا. كانت في بدايه المباراه. بالتاكيد بالتاكيد كل الفرق اللي بتقابل النادي الاهلي بلا استثناء
الا لما رحم ربي يعني خلينا بقى عشان ما نقولش بالاستثناء. بيلعب زون بيحاول يقفل على النادي الاهلي بيحاول انه ما يسيبش مساحات لان النادي الاهلي معروف انه الاطراف بتاعته خطيره في التمريرات بتاعت عمرو السولية كل النادي الاهلي بيعرف يوصل للجون ازاي. هو طول ما هو بيوصلك لنقطه ان انت مش قادر تجيب الجون الاولاني هو كده مرتاح بالزبط. هو كده مبسوط وبالتالي العب في نص الملعب زي ما انت عايز حاول زي ما انت عايز انما لما تيجي تجيب جون مش عارف يجون. النادي الاهلي حساباتك هتبقى مختلفه لو الفريق اللي قدامه فتح المباراه. ده نفس الكلام بالظبط بيحصل في كل المباريات. النادي الاهلي لعب اربع مباريات، لعب المباراه الاسماعيلي ما كانش فيه اخطاء تحكيميه مؤثره كسب 4-0 بكل اريحيه. المباراه الثانيه كان البنك الاهلي لعب بنفس الطريقه اللي كنا بنتكلم بيها اللي هي الزون والنادي الاهلي قدر انه يتصرف في المباراه برضه كسب. نادي الزمالك لما لعبت وما كانش فيه تدخل تحكيمي كان النادي الاهلي كسب 5 الى ان ظهر الاحتواء زي ما احنا عارفين. ثم المباراه اللي بعديها لو اتكلمنا عن المقاولين نفس الفكره اللي بقول لك عليها. اذا هو بيفسد شغل المدير الفني. لو المدير الفني قدر يطبق خططه بدون تدخل التحكيم تحديدا لا وجهه نظر الناس هتختلف في تقييم شكل الفرقه نفسه. الفرقه هتكون بتلعب باريحيه، الفريق اللي قدامك هيكون فاتح وبالتالي تعرف تطبق اللي انت عايزه واللي تتمرن عليه. اذا التحكيم لابد انه عشان كده انت اخترت كلمه افسده طبعا طبعا قصدها يعني طبعا طبعا هي مقصود يعني انا ما فيش كلمه بقولها ما كنتش مقصوده خاصه في موضوع التحكيم يا كابتن اسلام. ليه افسد؟ لان اقبل الخطا لو ما فيش اله ده اقبله، انما طالما في فار وفي جنبه حد كمان مساعد وفي امكانيه انك تعيد اللقطات في تكييف على فكره مش عرقان ولا شايف ولا يعني وفي امكانيه انك تعمل كل حاجه وفي الاخر لا يتم الاستدعاء. في نقطه مهمه جدا بس برضو دايما الحكام مع النادي الاهلي تحديدا احسب الخطا وبعد كده نتفهم يعني احسب ضربه جزاء وبعد كده نتفهم احسب 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 للاهلي ولا على الاهلي على الاهلي على الاهلي على الاهلي ان لو هو طبق نفس النظام اللي حضرتك بتتكلم فيه ده هيبقى كويس جدا لو هي عداله يعني احسب على الاهلي وبعد كده نتفهم انما لو الخطا للاهلي مشي 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 ونبقى نشوف ولو الفار ندهني تمام ما ندهنيش انت ما حسبتش ليه الفار ما جابنيش. طيب بص ده معنى ايه يا ويسمع اصل برضو انا محتاج افهم حاجه. انت بتتكلم دلوقتي عن منظومه رائعه في كل شيء صحيح كل حاجة حلوة الكلام اللي احنا كلنا مش بنقوله مجاملة لحد ولكن هو احنا شايفينه على الشاشة وبالتالي بنقوله. طيب هو ليه لماذا لا يتطور الأداء التحكيمي بما يتناسب مع اللي احنا شايفينه ده؟ كل حاجة بتتطور وكل حاجة بتبقى كويسة يعني دايما بتلاقي المسؤولين في لجنة التحكيم بيعملوا ايه؟ بيطلعوا يدافعوا عن حتى القرارات الغلط الغلط دي بقى معجزة يعني انا لما كابتن محمد عادل خلينا نتكلم ان كابتن مثلا محمد عادل لما طلع على حاجة هي خطا 100% والكل اهلاوي وغير اهلاوي قال ان هي غلط خلاص لكن الحالات اللي هي الفنيه ممكن تروح تقول لي ممكن تروح تقول لي لا اقول لك صحيح. لا تقول لي اصله جه من هنا اصل كتفه اصل ركبته اصل على معلول زق اصل ايمن اشرف أي شد فدي نقدر نتكلم لكن لماذا لا يكون هناك تطوير في التحكيم حتى الان؟ هل بالفعل هل احنا لو زي ما التصريح اللي بيقوله الاستاذ محمد القصري وانا ما اعرفش هو موجود ولا لا ده لو حصل دي تبقى كارثه كبيره جدا. تعرف يا كابتن اسلام خلينا نقول ان الحكم نفسه حكم الفار مع كل الاحترام ليه اللي كان في مباراه الاهلي والمقاولين مش فاهم قانون. في وقع نفس وقعه مباراه الاهلي بالظبط حصلت في ماتش بيراميدز والاتحاد السكندري. حكم صفر ضربه جزاء للاتحاد السكندري. حكم الفار استدعاه وقال له لا كان في خطا من الاول لبيراميدز واتحسبت ضربه جزاء لبيراميدز والحكم رجع في قرار ضربه الجزاء للاتحاد السكندري وكان في انذار كمان. الله يبقى في تطوير اهو يعني في ناس سمعنا يعني في ناس قاعده على الفار فاهمه قانون. هي نفس حاله مجدي قفشه وحمدي فتحي كربون ضربه جزاء للاهلي الكره بتترد نفس اللعبه الكره ما طلعتش ولا اللعب وقف هي نفس اللعبه ردت بحاله الطرد بتاعت حمدي فتحي الحكم استدعى الحكم الفار استدعى احمد غندور عشان حاله الطرد مش عشان انا قلت هو بيستدعيه هيقول له من الاول بقول له ابدا من الاول في ضرب لقيتهم بيعيدوا حاله يا جماعه هو في ايه في يا جماعه في حد يقول للحكم في ودنه على فكره احنا ساعتها هي ما تعادتش لا ما تعادتش بمناسبه الاعادات هي ما تعادتش فاحنا قلنا ايه ممكن ما تكونش ضرب احنا عرفنا الكلام ده كله ما بعد المباراه وكره قفشه باي كره قفشه ما تعادتش احنا ما وكره شريف ما تعادتش
بس انا بكلمك على كره قفشه ليه؟ لان كره قفشه زي ما احمد بيقول اثرت بشكل او باخر، لان هي طرد. فانت دلوقتي لو كنت حسبتها من الاول ما كانش اتطرد. بالظبط هيرجع طرد. المخرج ما تعادلش شفناها برده يا كابتن. هو الحقيقه المخرج في المباراه دي كان معجب بشرابات اللعيبه طول الوقت، بيقطع تحت على رجلين اللعيبه وكان بيعمل حاجات غريبه. والحقيقه لازم يا جماعه الكاميرات ووحدات النقل بقت رائعه. بس خلي بالك احنا عندنا برده مجموعه رائعه طبعا جدا، فلازم نختار لازم نقول طبعا لازم نختار مخرجين على قد المسؤول، لانه في اخطاء. يعني اخطاء المخرج زي اخطاء الحكم في المباراه دي، اخطاء المخرج زي الحكم. هو ليه المخرج هو هل انت مخرج المباراه حكم فار؟ فانت لو الحكم ما راحش في الفار ما بتعيدش. يعني مش فاهم، يعني هو الكورتين اللي فيهم شك بتوع الاهلي ما عندهمش، هل انت حكم فار؟ هل في بروتوكول بين المخرج وغرفه الفار ان لو سمحت لو في حاله جدليه ما تعيدهاش؟ هل هم قايلين له كده؟ ما لازم نبقى عارفين، لانه الحالتين الجدليتين اللي في للاهلي لو كده ما كانش الكابتن عصام فتاح صرح وقال ان الفيديو او كل ما يدور داخل الفار مسجل، وهنجيب الكلام على الهدف او لقطه الهدف اللي كانت المفروض. كمان لقطه الهدف دي انا مستغرب، إيه موضوع اوتوماتيك. قال حاجه مهمه، يعني هو بيحط من ضمن الحاجات هنحقق فيها، ولو غلط المخرج هنحاسبه. هو هل انت علاقه المخرج بالموضوع عليك؟ مش هو هل علاقه المخرج هل يملك هل يملك الكابتن عصام فتاح انه يحاسب المخرج؟ لا، وعلاقه المخرج ده هو خط الحكم الحكم الفار بيحط خط التسلل على ده تصريح بقى موجود انا سمعته بقى على اخر تصريح موجود متاكد امبارح هو قال كده فعلا. يعني حتى رابطه الانديه قالت ان احنا عملوا مؤتمر وقالوا ان احنا طلبنا من لجنه الحكام والكابتن عصام الفتاح يوقفوا شويه عن التصريحات، والحقيقه كابتن عصام بعد ساعتين برده بيقول نفس التصريحات. فالحقيقه الموضوع يعني في اخطاء واضحه. الاهلي في اول اربع مباريات ثلاث مباريات كلين شيت، مباراه وحيده بس اهتزت فيها شباكه مباراه الزمالك، محقق العلامه الكامله 12 نقطه. نتمنى ان مباراه بكره تعدي على خير، لان اعتقد ان مباراه المحله في استاد غزل المحله مع فريق المحله اللي عامل 8 نقط من خمس فرق لم يهزموا حتى الان في الدوري. اتمنى الاهلي يقدر يحقق الثلاث نقط بكره، لان الثلاث نقط بتوع بكره والثلاث نقط بتوع الخميس قدام سموحه هيدوا الاهلي راحه نفسيه قبل فتره الايقاف الطويله، وقبل اعتقد انه قد يكون لقاء السوبر قبل العوده من التوقف. المكتب التنفيذي الاتحاد الافريقي يوم 24/25 هيحددوا فيه ميعاد ماتش السوبر اللي اعتقد هيبقى يوم تقريبا 24 ديسمبر في قطر. ديسمبر في قطر ميعاد مبدئي 24 ديسمبر في الدوحه. في الدوحه. فاعتقد ان هم هيعلنوا الميعاد. فالاهلي هيخرج مباراه سموحه على مباراه السوبر بعديها بشويه بس مش هيلعب مباراه، فيروحوا وهم متصدرين بمعنويات عاليه. ولكن نتمنى ان التحكيم ما يخليناش نفقد لعيبه. يعني في مباراه الاسماعيلي اتطرد اليو ديانج، مفيش واحد من الاهلي محدش قال حاجه، ما اتكلمناش طرد سليم 100% ومحدش اتكلم. طرد حمدي فتحي لولا الحاله اللي قبله فيها زي ما حضرتك قلت في البدايه، لا انا ممكن اقول ان هي فيها وعليها جايين هيلحقوا ان فيها وعليها، لكن فيها وعليها. انما في ضربتين جزاء يا كابتن بعدين ضربه جزاء. انا برضو اللي بستغرب له حكم ان الناس كلها سايبه كل ده تتكلم. هل هدف تسلل للنادي الاهلي اللي دخل في النادي الاهلي، هل هو تسلل ولا مش تسلل؟ سايبين الخمس حاجات، يعني خمس حالات جدليه ما حدش بيتكلم عنه، اللي هي كره شريف وكره قفشه وكره بتاعت بيرستاو ماشي رايحه وجايه، بدر بانون وكره بدر بانون اللي هي برده رايحه وجايه، ممكن تقول ممكن انا اقول لا، لكن خمس حالات جدليه ما حدش اتكلم عنها. ده الغريبه، احد الاعلاميين امبارح جاب كابتن عصام عبد الفتاح فراح ساله على وقعه الطرد بتاعت حمدي فتحي، تمام، وسال على هدف الاهلي، سال على هدف الاهلي في الاول، وراح سال على هدف الطرد وتجاهل الموضوعين تماما، وكان دول مش موجودين في الماتش. يعني انت جايبه يتكلم عن اخطاء الماتش تروح ساله عليه على الكره الجدليه بتاعت التسلل ولا مش تسلل، رغم ان هي واضح وضوح الشمس. بس بص يا كابتن اسلام، احنا اتكلمنا هنا كتير على موضوع رابطه الانديه وكان تملي فيه سجال بين الاستاذ عويس والاستاذ خالد. طب انت ايه رايك؟ لا بصراحه شغل عالي جدا. طب ايه اللجنه الوحيده اللي بره؟ اللجنه الوحيده اللي بره رابطه الانديه لجنه الحكام. يبقى اذا المشكله فين؟ في لجنه الحكام واتحاد الكوره. دول بيبوظوا الشغل اللي بيحصل على اعلى مستوى. اوكي. شغل محترم جدا. وبعدين الكابتن عصام او اي مسؤول، مش عايزين نذكر اسماء، يقول لك ان ده حاجات مش متعمده او حاجات فيها سهو وحاجات فيها اخطاء. طب محمد كابتن محمد عادل ما بيحكمش ليه؟ يقول لك عشان طلع عمل تصريحات. طب اذا كان هو عامل المداخله من تليفونك يبقى ازاي عمل التصريحات؟ يعني ده عامل المكالمه من تليفونك انت.
طيب لما تجيب اتنين حكام عليهم مشكله تخليهم اول ماتش يمسكوا ماتش كبير. انا قلت بقى مش هتكلم غير بكره. ما انا مستني. لا الموضوع مستني لغايه بكره. ممكن جدا كابتن محمد الحنفي وكابتن. انت بتخلص عليه؟ انا مش بخلص والله. لا مش حضرتك. انت لما تجيبه تحطه لما تجيبه تحطه. انا نفسي على فكره جدا على فكره والله العظيم ثلاثه وده يعني نفسي اطلع اقول مباراه تحكيميه رائعه يا كابتن. انا مش بقولك، انا بتكلم على اللي جابه يمسك ماتش. مش هتكلم على اسماء ولا طرف المباراه مين. اللي انت جبته بعد ما كان عنده ازمه ومسكته ماتش، انت كده يا بتخلص عليه وده ملهاش اي معنى تاني. لا وماتش مكهرب وماتش يعني مكهرب وماتش صعب ومش صعب. ملعب صعب وكل مش حاجة صعب. مش هنقول اطراف الماتش بس الحكم جاي من مشكله. الحكم جاي من مشكله بس ده ابتداء لحاجه مهمه جدا. يا صاحبي جاي من مشكله. الحكم جاي من مشكله. اللي حصل ده ابتداء برضو المشكله. الحاجه حصلت برضو تحس ان في حاجه مش مظبوط. ايوه ما انا بقول لك. احمد الغندور هو اصلا كان حكم الفار في مباراه القمه، وكان في عدم رضا من جماهير النادي الاهلي عن اداء حكم مباراه القمه. اول مباراه يحكمها كابتن احمد الغندور بعد مباراه القمه اللي كان فيها مشكله بالمناسبه. بس مباراه القمه على فكره كابتن اسامه مش حكم ماتش واحد بس، هما اتنين. ده شكل مش حكم ماتش واحد ماتشين. انا اللي يهمني انا لا ما ده هو مش ما بيحكمش ماتشين. انا هتكلم على او انت قلت لي انت سكت لحظه كده. انا كنت هقول على ما حدث خلال الفتره السابقه. لا ما احنا ولكن أنا بعد في الاخر قلت لا خلاص دي فتره سابقه ما قبل كابتن رئيس لجنه الحكام كابتن عصام. الوقعه كانت في الوقعه الثانيه. الوقعه لا الاولانيه. انا الوقعه التانية كانت في عهده. اوكي بس انا بتكلم على الاولانيه. الاولانيه كانت ما قبل كابتن عصام. قلت خلاص قبل توليب اسبوع 10 ايام يعني. فانا قلت خلاص دي مش هتكلم عنها. خلينا بكره ننتظر. انا كل اللي انا عايزه هو انا بعمل كده ليه او حضراتكم بتتكلموا معايا كده ليه؟ عايزين اصلاح التحكيم والله. عايزين الصوره الحلوه تكتمل بالزبط. الصوره الحلوه اللي قدامنا دلوقتي تكتمل بصراحه. الناس اللي اتهاجمت واتقالت ما عندهمش خبرات في الكوره، ما عندهمش خبرات في جزء الكوره. الناس عامله شغل على اعلى مستوى. ان كان الاستاذ احمد دياب ولا الكابتن عماد متعب. يعني حاجه والناس اللي معاهم حاجه محترمه جدا. انتوا اللي بتبوظوا الصوره. وانتوا اللجنه اللي تبع اتحاد الكره. اتحاد الكره اللي خلانا بقينا تصنيف تاني بسبب ان هو ما لعبش اجنده دوليه في شهر اكتوبر 2020 وشهر 6 2021. مين اللي بيحاسب على الفاتوره دلوقتي؟ المنتخب المصري والشعب المصري. بدل ما احنا كنا تصنيف اول هنلعب نفس التصنيف تاني. خليتونا تصنيف تاني وبنلعب تصنيف اول. فاتحاد الكره اللجنه الوحيده اللي تبع اتحاد الكره هي اللي سبب الازمات في الفتره دي. عموما نتمنى يا رب ان احنا نطلع بكره نقول ان الحكام هايلين او التحكيم بشكل عام يكون هايل. لكن برضه يا جماعه دوروا لي على التصريح اللي قاله الاستاذ محمد القصي ده اللي هو اصبروا عليا سنه ده. لان لو التصريح ده حقيقي اصبروا عليا شويه. اصبروا عليا شويه يعني. هنقفل ونمشي بجد. لانه مفيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها نصبر سنه والكلام ده يعني. خلينا نطلع فاصل وبعد الفاصل كل شفنا التصريح ده موجود ولا لا. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. الكابتن عصام عبد الفتاح كان ضيفا على زميلنا الكابتن سيف زاهر يوم 19 سبتمبر 2021. قال كده باللفظ: محتاج سنة علشان أطور التحكيم. كان كابتن عصام ساعتها لم يكن رئيسا للجنة الحكام أو لم يكن معينا. لا هو كان اتخذ القرار وكان جاي بقى بالزبط. كان من بداية ولسه ما استلمش يعني. لأنه طلع تقريبا قبل كان هيستلم من أول أكتوبر. هو قبل أكتوبر يعني في آخر 10 أيام في سبتمبر هو كان طلع له القرار بالزبط كده. و ده الكابتن عصام عبد الفتاح ده الكلام اللي قاله. انا ما اعرفش وكابتن عصام هل احنا هنخصم الاسبوعين اللي فاتوا دول اللي هم كان فيهم مع رئيس لجنه او رئيس بعثه منتخب الشباب هنخصمها ولا هنخليهم؟ ده هيخليهم طبعا تطوير. لا في التطوير موجودين بس انا في ظني كابتن يعني الكابتن عصام يعني برضو علشان يقصد الدرجه الاولى ان في مشاكل كتير جدا في التحكيم وهو معترف بهذا. كلنا معترفين بهذا. والكابتن عصام فتح نفسه معترف بهذا يعني. تمام. سواء في الافراد اللي موجودين سواء في القدرات سواء في الامكانيات حاجات كتيره جدا. يمكن اول حاجه عملها اللي رفع القيمه الماليه للحكام. وقال بحيث يعني لما يدي حكم 7000 جنيه في المباراه فده بيزود دخله. تمام. وحكم الفيديو ب 5000 جنيه. ماشي. في حكام دلوقتي بياخدوا 35000 و40000 وقال ان الحكم المميز هو اللي هيستمر حتى لو هياخد 100000 جنيه في الشهر ما عنديش مشكله خالص. حلو يعني. جدا.
الحكم اللي عنده اخطاء هيقعد ويركن في البيت. فاعتقد ان هو شغال على ده يعني. بس المفروض اللي يقع في اخطاء كارثيه دول المفروض يستخبوا شويه خالص كده عشان يقدروا يظبطوا نفسهم. ماشي. احنا لو الحكم اللي بيعمل اخطاء كارثيه استخبى مش هنلاقي حكام نلعب بكم. مش هنلاقي. والفكره كلها زي ما قال الاستاذ عادل امام. الفكره كلها مين اللي بيعترف؟ ما بيعترفش. المشكله ان الكابتن عصام بيطلع يدافع عن الخطا كمان يعني، ويحاول يقنعنا بحاجه واضحه وضوح الشمس ان هو يعني الغلطه. بس في بيعترف باخطاء الحقيقه يا كابتن. فين؟ لا كتير اعترف باخطاء اللي الحكام وقعوا فيها. اللي هي 50 50 50 50 انما ما اعتقدش انه اعترف باي خطا حصل في النادي الاهلي. اعترف داخليا بس حاجات كده برضو الواحد يعني. طيب خلينا نتكلم فني شويه عشان برضو بكره عندنا مباراه مهمه جدا، مباراه المحله. هل يستمر موسيماني بنفس طريقه اللعب في ظل غياب حمدي فتحي يا استاذ غوصي؟ طبعا هيستمر ولازم يستمر لانه عنده قناعه كبيره جدا بهذه الطريقه. أوكي. وما اعتقدش ان هو ممكن يغيرها. لا سيما ان الطريقه دي اثبتت نجاح مع النادي الاهلي يعني. هو جاب العلامه الكامله للفريق الوحيد في الدوري لغايه دلوقتي. نسبه التهديف بتاعته عاليه جدا. صحيح فرق بتلعب قدامه بدفاع مكثف لكن في النهايه بتخسر يعني. فموسيماني عنده قناعه كبيره جدا. الاهلي بيعمل بيها استحواذ كبير جدا على ارضيه الملعب. الاهلي بيوصل للجون بشكل غير طبيعي يعني. الماتش الاخير اللي الاهلي جاب فيه جون تقريبا على الاقل الاهلي وصل عامل 27 هجمه على المرمى المنافس. فبتديك كثافه في وسط الملعب، بتديك سيطره، بتديك استحواذ، بتديك وصول للمرمى. قد لا توفق في احراز العدد الاهداف اللي مطلوب لكن في النهايه بتحقق الهدف. والاهلي ماشي بيها بشكل قوي بشكل متميز. اتوقع ان موسيماني لن يتراجع عن هذه الطريقه لانه عنده ايمان كامل بيها. مين يا خالد اللي ممكن يلعب؟ هو اعتقد احد نجاحات موسيماني اللي عملها السنه دي هو المعتقد او الكلام اللي وصل للاستاذ محمد لوسي اللي هو الطريقه ثابته. لا موسيماني بالاوراق اللي معاه يقدر يعمل من الممكن انه يربك حسابات اي حد. كان الاول الاهلي معروف لعيبته اللي هتنزل، تشكيلته اللي او الخطه اللي هتنزل. انما من الوارد لو خدنا بالنا من القايمه اللي موجوده في اثنين لعيبه موجودين دخلوا يخليك تحس رامي ربيعه وكريم فؤاد، يخليك تحس انك من وارد انه يرجع للطريقه القديمه ويكون محمد هاني ناحيه اليمين او يكون اكرم توفيق ناحيه اليمين و لا اكرم توفيق ناحيه اليمين ومعلول شمال وطلع العاديه جدا زي ما هي مفيش مشكله. لو عايز يفضل زي ما هو ممكن يلعب برده رامي ربيعه مكان حمدي فتحي. اكرم كريم فؤاد ممكن يكون ليه دور في اي وقت من الاوقات. اقصد ان هو وصل لمرحله دلوقتي ما حدش يتوقعني لانه انا ممكن في اي وقت اقلب الترابيزه. وعلى فكره لو حضرتك ليك تواصل مع اكيد ليك تواصل مع مديرين فنيين لعبوا بيتسو موسيماني الفتره اللي فاتت اساله بيتسو موسيماني السنه دي مختلف ولا لا؟ مختلف ولا لا؟ بيتسو موسيماني السنه دي مختلف ولا لا؟ طبعا مختلف. 3 3 4 3 مدير فني انت بس برضو. لا مدير فني لا ده مدير فني فريق رابطه القدر يعني. فايز بالدوره كم مره؟ فايز بالدوره 3 مرات. واخد بطوله مدير فني فريق الفايز ببطوله رابطه القدر فعلا. 3 مرات متتاليه من الخارج. منهم مرتين ضربات جزاء برضو. برضو 3 مرات متتاليه. مين الحكم؟ كابتن خلينا فاكر في حد برضو جاملني جدا الحقيقه. طيب بيتسو موسيماني عنده خيارين بكره. يا اما يلعب برامي ربيعه ويفضل بنفس التشكيل يحط ترس مكان ترس رامي ربيعه بدل حمدي فتحي او يروح زي ما عمل في مباراه مينيت سمنود الوديه بالظبط او يرجع محمد هاني في الظهير الايمن ويدخل اليو ديانج يلعب دور حمدي فتحي لان هو القادر على عمرو السلية مش هيعرف يلعب عمرو الناحيه الهجوميه اكتر وهيدخل اكرم جنب السلية او بقى ممكن يروح لحل ثالث خالص يرجع يلعب بطريقته التقليديه جدا 4-3-1. احنا قبل الماتش هو 24 ساعه اقل من 24 ساعه وكلنا محتارين يلعب ببدر بنون إيه؟ يلعب ببدر بنون وايمن اشرف في اكرم ومعلول السوليه وديانج ويحط قدامهم قفشه على يمينه بيرسي تاو على شماله ميكيسوني او حسين او ومحمد شريف راس حربه يرجع الطريقه التقليديه القديمه اللي هي على فكره في المباريات بيرجع لها يعني احنا في ماتش المقاولين طلع ايمن اشرف ورجع حمدي فتحي لعب مكانه ونزل نزل حسين الشحات فقلبها 4-2-3-1 بقت في مرونه تكتيكيه لعيبه النادي الاهلي. مظبوط. ولكن الحقيقه خطه انا وجهه نظري انه خطه بيتسو موسيماني ترسها الاساسي هو حمدي فتحي. حمدي فتحي ولعب دور المثلث المقلوب في الهجوم والمثلث المعدول في الدفاع لانه في الدفاع بيرجع كانه ليبرو صريح. نعم. في الهجوم بيتقدم قدام السردباكين وبيبقى
مثلث فبيبقى مثلثين ورا بعض. هتبقى صعبه شويه على اي حد ينزل يلعب دور حمدي فتحي. اعتقد انه موسيماني ممكن يرجع لطريقته التقليديه لانه كان بيلعب محل صغير فمش هيبقى محتاج قوي انه يلعب بالليبرو. ملعب المحله ما تعرفش صغير كبير يعني والله لا ما بهزرش. انت لعبت فيه لعبت فيه كتير فما ملعب صعب. ملعب صعب 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 يعني. طيب حكيم برضو مهم جدا من الناحيه الفنيه كيف ينظر موسيماني لهذه المباراه، بمعنى هو اكيد عارف ان المحله عنده 8 نقاط، اكيد عارف ان المحله على فكره السجل التهديفي بتاعه جيد جدا بالنسبه لفريق جايب 7 اهداف وموني مرماب بعدد مش متذكر بس هو جايب 7 اهداف منهم وعنده 2 لعيبه جايبين 4 اهداف اللي هو عبد يحيى واحمد غنيم بالظبط كل واحد هدفين. بس انا وجهه نظري ان موسيماني ممكن يحط اكرم توفيق لان هو بيعتمد على حته شخصيه اللاعب اللي هو بيجيد اللعب في اكتر من مركز، فهو ممكن يستعين باكرم توفيق مكان الدور بتاع حمدي فتحي. بشوف صعب امكانياته لا تسمح خالص. انا بقول وجهه نظري لان اقرب لو المكان ده عايز حد وعايز حد بصير شويه ممكن ممكن يطرد فيه يعني عايز حد لا بالظبط هي هو اكرم من نوعيه اللعيبه اللي محتاج حد يكون في الملعب متحمس جدا. رامي ربيعه بقى له 3 4 ماتشات غايب جربه في ماتش مينيت سمنود بس غايب، هو عايز واحد رجله تكون في الملعب ممكن محمد هاني ما انا عشان كده قلت ديانج محمد هاني ديانج بوصير شويه لا بس يعني ما جربوش في الحته دي جربوش هو رامي. احنا كلنا قاعدين محتارين طبعا احنا كلنا قاعدين يعني مش ممكن يخلي بدر بنون يعملها وينزل وارد جدا النهارده على فكره يلعب ياسر انا بقول لك احنا جربها النهارده بس انت تعرف يا كابتن بس بدر بنون هيبقى ليبرو صريح لا بدر ليبرو عماد النحاس يعني بس بيلعب يمكن عماد وحشني نشوف يعني يلعب في نص الملعب انا اعتقد انه هو الاقرب هو بدر بنون لتنفيذ الفكره. بدر هيبقى دوره كانه عماد النحاس بالظبط بظاهرين طايرين بثلاثه 3-5-2 رسمي مش 3-4-3 اكبر دليل هتبقى 3 مدافعين فهو محتاج لعيب بيبني لما بنروح يبني الهجمه. حمدي فتحي عنده القدره دي يعني حمدي لعيب الحقيقه ما شاء الله حاجه واحده يعني انا وجهه نظري رجعنا للخطا من اهم سخطات الاهلي بعد 5 اخر لاعب في الملعب وبيطلع يجيب لك الهدف لا لا ال- 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 الكورتين الخطر جدا على مرمى المقاولين هو اللي عامله السبت عامله حمدي فتحي اصلا موجوده في الملعب ده حقيقة. بس هو عنده تيك اوف عالي جدا الحقيقه يعني الكورتين الخطر عامله اكبر دليل ان موسيماني حاسس باهميه الماتش وان غزل المحله فرقه كويسه جدا السنه دي ومتطوره جدا السنه دي مع كابتن محمد عوده انه النهارده مثلا قفل التمرين بشكل كامل وخد اللعيبه في المعسكر وهو حاطط يعني ابتدى يشتغل على الخطه من لان مفيش وقت. انت عملت تدريب استشفاء امبارح تدريب صغير مفيش جدا مفيش وقت تمام وحتى ايمن اشرف وبانون والشناوي ما شاركوش في التمرين بتاع امبارح او عملوا تمرين خفيف جدا والنهارده عمل تمرين مقفول وخد اللعيبه في المعسكر. غزل المحله عندهم مجموعه لعيبه كويسه جدا عندهم ابراهيم صلاح عندهم سيد شبراوي عندهم عبد يحيى معاذ حناوي وعندهم باولون فوافي اللي كان في المقاصه السنه اللي عدت لعيب كويس جدا صح فكده المدرب نفسه محمد عوده طبعا محمد عوده طبعا ليه بصمه كبيره جدا وبيأدي بشكل كويس المباريات اللي لعبها كلها الحقيقه. اتفضل لا اتفضل كمل عشان كابتن محمد عوده من نوعيه المدربين اللي بتعرف تعمل ماتش قدام الفرق الكبيره بشكل تكتيكي على اعلى مستوى وكمان هو لعيبته حافظه الملعب وده يمكن اللي هيصعب المهمه شويه بكره على الاهلي بس ان شاء الله ربنا ييسر وتعدي المباراه. استاذ محمد سؤالين، ايه رايك في قائمه منتخبنا الوطني؟ انا هقفل بس لغايه بكره اما نشوف ايه اللي هيحصل وان شاء الله نبقى لينا كلام تاني بكره في مباراه الاهلي والمحله ان شاء الله يعني. طيب منتخبنا الوطني ايه رايك في القائمه اللي اختارها كارلوس كيروش؟ وتاني حاجه من وجهه نظرك او انت تحديدا تحب تلعب مين في الخمس فرق اللي فوقيك؟ خمس منتخبات انا اسف اللي فوقيك. اولا بالنسبه للقائمه انا بشكل عام كنت اتمنى ان احنا نشارك كل واحد لحضراتكم اتمنى ان احنا كنا نشارك بمنتخب الشباب وندي فرصه ان الدوري يتلعب. على فكره دي كانت وجهه نظر برضو الحاج عامر حسين الحقيقه عشان تقدر تكمل المسابقه لكن وهو عرضها وطرحت لكن تم رفضها بشكل نهائي واكدوا ان هم لازم يلعبوا على اعتبار حسابات ان لو منتخب خسر في البطوله دي هتحصل مشاكل مع ان البطوله دي لا تمثل شيء بالنسبه لنا على الاطلاق. في النهايه دي بطوله تجريبيه يعني الفيفا بيعمل بيها نوع من التجريب مش اكتر من كده للملاعب وللاداء ما فيهاش اي حاجه خالص بدليل ان الفيفا مش معترف بها اساسا المحترفين مش موجودين يعني مش مدرجه بالاساس هي يعني. بتقام تحت رعايته عشان هتتلعب على 6 ملاعب من ملاعب المونديال بس يعني تحت رعايته عشان بس بالظبط وفي ملاعب جديده هيجربوها ويفتتحوها وكده يعني. لكن القائمه في النهايه كيروش برضه عودنا ان هو دايما بتبقى ليه مفاجآت وليه حاجات جديده بيجيب نوعيات جديده يعني شايفين مروان داوود من اللعبه الجديده اللي بيدخل امبي
باك ليفت امبي يعني من اللعيبه الجديده، شايفين اكتر من حد بيحاول يدخله في القايمه. مهم جدا، في ناس كبيره استبعدها زي طارق حامد للمره الثانيه على التوالي بيستبعده، او المباراه الثالثه على التوالي بيستبعده برضه، هو عنده قناعات خاصه بيها. لا ده مش لاسباب فنيه، مش لاسباب فنيه معروفه طبعا. يعني انا من وجهه نظري ممكن تكون في اسباب فنيه برضه، يعني مش دي القضيه يعني. لكن في النهايه علينا في احترام رغباته، في النهايه هو اللي هيتحاسب في النهايه على كل حاجه. هو بيعتبرها مباراه تجريبيه ممكن ياخد منها بعض اللعيبه لكاس الامم الافريقيه، لان هي اعداد قوه مميزه. مين تلعب مين؟ مغرب، جزائر، سنغال، تونس، في 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 كاس العالم في اخر في اخر في المرحله النهائيه. نيجيريا. خالد نفس السؤال، رايك في قائمه المنتخب وتحب تلعب مين في هو قائمه المنتخب؟ يعني تتوقف على هو عايز ايه من البطوله، يعني هو واضح جدا من اختياراته ان هو مش في دماغه ان هو ينافس اصلا. وانا واحد من الناس بتفق مع راي الاستاذ محمد القوصي، ما كانش لازم ان احنا نروح بالمنتخب الاول، او ما كانش لازم ان احنا اصلا نوقف الدوري بسبب المنتخب الاولمبي راح لعب. مفيش منتخب اولمبي يا جماعه، ما برضه انتوا المنتخب 2001 منتخب اللي كان ماسك كابتن شوقي غريب. لا ما هو كابتن شوقي غريب ده نص اللي كان نص ونص نجوم الدوري، يعني اكرم توفيق رمضان. لا مش معاهم، لا مش معاهم اكرم توفيق. المنتخب الحالي، المنتخب الحالي هو لحق، ما هو بيشكلوا معلش ما لحقش يشكلوا ايه يعني انت معلش يا جماعه برضو خلينا يعني نتكلم كلام منطقي. يعني المنتخب اللي الكابتن شوقي غريب بي 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 عمل له معسكر 3 ايام ده يروح يلعب ما انت لو كنت عامل يروح يلعب منتخب الجزائر في بغداد بنجاح وياسين الابراهيمي ورايسون بويلحي، يعني يطلع منتخب الجزائر لا يشيلوا 35. فالموضوع لا هي السعوديه برضه رايحه كده، السعوديه رايحه بمنتخب فيه 10 من المنتخب الاساسي والباقي من المنتخب الاولمبي زي ما احنا عاملين. على فكره انت لو دورت على المنتخب ده ما هو خد الاسامي اللي موجوده هتلاقي فيه 7 بس من التشكيله الاساسيه، عدهم لك على ايدي يعني. شناوي محمود حمد الونش، احمد فتوح، اكرم توفيق، مجدي قفشه، يعني ما هو هو هنا الكلام على ان هو ما كانش قدرنا ناخد اي ايا كان اللعيبه اللي هتتاخد كان الدوري هيتوقف، لانه اي نادي يعني لعيب زي احمد ياسين بتاع البنك الاهلي البنك مش هيلعب ماتش، هو كان عايز يلعب بالمنتخب الاولمبي. فانت بالتالي ما هو يا جماعه منتخب الاولمبي ما انت كنت عملت خطه من الاول وبلغت كابتن شوقي غريب واديته شغل كان هينتقل عناصر معينه يعني حتى لما تاخد لاعب او اثنين من اي كارلوس كيروش ما لعبش ولا مباراه وديه مع المنتخب المصري، جه لعب مباراه وديه واحده وبعد كده لعب 4 مباريات رسميه. الفتره الوحيده اللي يقدر يختبر فيها اللعيبه اللي هيروح بيها كاس الامم الافريقيه في يناير هو هيرجع. انت هترجع وجهه نظر المنتخب اللي هتلعبه هتحب تلعبه مين؟ نيجيريا برضه يعني او تونس. منتخب قوي نيجيريا وتونس الاثنين يعني. انما يعني عويز انا شايف ان القائمه طبعا هي قائمه عشان يختبر مجموعه اللعيبه اللي هياخد منها المجموعه اللي هيحط عليها المحترفين ويروح بيها يلعب بيها في الكاميرون. هو كارلوس كيروش عنده 3 حاجات، البطوله العربيه دي مش شايفها اصلا، هي بالنسبه له مجرد مباريات وديه هيختبر فيها اللعيب. اول حاجه عنده البلاي اوف، ماتشات مارس هم اهم حاجه في طبعا مش شايف امم افريقيا، بالنسبه له هو يعني اتفاقه كاس عالم هو عنده ده كاتب في العادي كده ان امم افريقيا ماتشين مارس هم المهمين بالنسبه له، وبعدين كاس الامم لانه هيجهز تريزيجيه ويجهز المجموعه اللي هياخدها من كاس العرب، وبعد كده كاس العرب. احب اقابل مين؟ اي منتخب من الخمسه، منتخب مصر لو في مستواه ومحمد صلاح في مستواه والنني والمجموعه بتاعتنا في مستواه، اعتقد ان مفيش منتخب هيقف قدامنا، وان شاء الله ان شاء الله يعني ربنا هيكرمنا وهنروح كاس العالم، لان منتخبنا احنا عندنا لعيب من احسن 5 لعيبه في العالم. في منتخبات كبيره قوي بتبني على لعيب واحد، انت محتاج تجانس بس باللعيبه. المجموعه لو قلت مجموعه الاسامي اللي موجوده، الحقيقه الجيل ده اقوى بكتير من الجيل اللي راح كاس العالم في 2018. أوكي. 2018 ما كانش عندها راس حربه، يعني كنا بنلعب عندك دلوقتي مجموعه جيده، عندك محمد شريف ومروان مصطفى محمدي واحمد ياسر، مجموعه كبيره جدا من اللعيبه عندك في الاجنحه. وحسام حسن بالمناسبه تقدر تدخله، وحسام حسن طبعا عندك مرموش وتريزيجيه ورمضان وصلاح وزيزو، يعني اسماء كبيره فعلا. فاعتقد ان عندنا مجموعه من اللعيبه تقدر تعمل مع اي منتخب. الحقيقه انا شايف ان كيروش اخطا في بعض الاسماء اللي المفروض كانت موجوده في قائمه، طالما خلاص خدنا قرار ان احنا هنروح بالمنتخب الاول او بعض عناصر المنتخب الاول، لان احنا المحترفين مش موجودين ولاعبين بيراميدز مش موجودين. انا اعتقد كان لاعب زي طارق حامد لازم يكون موجود، في بعض اللاعبين لازم كانت تكون موجوده في القائمه، طالما انت خلاص خدت القرار ان تروح.
انت عندك عناصر ما عندهاش يعني مش عايزين نقول ان قليله الخبره لما تروح تلاعب. طالما احنا المشكله بالنسبه لنا احنا خايفين من منتخب الجزائر تمام، كنا ناخد لعيب عندها خبره، دي وجهه نظر شخصيه. طالما احنا خلاص رحنا ببعض العناصر ونوقف الدوري كنا خدنا بعض العناصر زي كده. المنتخب اللي اتمنى ان احنا نواجهه، انا اتمنى تونس لكن اتوقع الجزائر. تتوقع الجزائر؟ اتمنى تونس لكن اتوقع الجزائر. على موضوع اقول لك حاجه، انا اتمنى ان انا العب الجزائر. انا بقول لك اتوقع عكس الناس في الحاجه. بص يا كابتن اسلام، عارف ليه؟ لانه الماتشات اللي زي دي ها بتلاقي لعيبه مصر مركزه مليون في الميه، مليون في الميه. وجهه نظري ما اعرفش انا يعني، انا كنت دايما احب الماتشات الصعبه. تكلم عن تجربه في الدوري، بس هنوقف الدوري على التجربه في الدوري يعني 2009. قصدي ده حاجه شخصيه. اه طبعا 2009 حد كان يتوقع ان منتخب الجزائر اللي ما كانش فيه 3 4 نجوم حد يعرف اساميهم يكسب منتخب مصر اللي جاي واخد كاس الامم 2006 و2008؟ احنا بعد ماتش الجزائر اللي خسرنا فيه 3 1 في الجزائر رحنا كاس القارات كسبنا ايطاليا وخسرنا البرازيل 4 3 في الدقيقه الاخيره. يعني كان منتخب جبار. ومنتخب الجزائر ده نفسه انت كسبت 4. ومنتخب الجزائر بعديها بعد ماتش بعد ماتش الجزائر الحاليه 4 اضعاف النسخه اللي انت كسبتها 4 اضعاف. انا بقول ان الوضع معكوس دلوقتي، الوضع معكوس. انت بتقول منتخب الجزائر لا يقهر، منتخب مصر في 2009 كان لا يقهر ومنتخب الجزائر طلعه. فاحنا منتخب مصر دلوقتي احنا قلقانين؟ لا ما نقلقش، منتخب مصر في الاخر. اتمنى، انا شخصيا بقول لك انا تفكيري مختلف في الموضوع ده، ان انا كلاعب اتمنى ان العب مباراه زي الجزائر. طبعا المباريات التانية ماشي لكن كلها زي بعض بالضبط. انا عايز اكسب اي حد عشان اوصل. انت عايز توصل كاس العالم قبل اي حد. شرفتونا ونورتونا ودايما بنبقى سعداء بوجودكم معانا. شكرا استاذ محمد، شكرا استاذ خالد، شكرا استاذ عويس، شكرا استاذ حكيم. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. ان شاء الله ما تنسوش بكره مباراه النادي الاهلي ونادي غزل المحله، مباراه ستقام في تمام الساعه 5:30 في ملعب استاد المحله. طبعا قبل المباراه بساعه او بساعتين هيكون مع حضراتكم الاستوديو التحليلي في قناه النادي الاهلي كواليس ما قبل بدايه المباراه وان شاء الله ما بعد نهايه المباراه. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، ان شاء الله اشوف حضراتكم بكره على خير.